في مخيمات اللاجئين الصحراويين. ممكن تكلمنا شوية، الله يبارك فيك، تكلمنا المشاهدين، تحدثوا مع السادة المشاهدين على الحياة اليومية في المخيمات. الحياة اليومية في المخيمات طبعا صعبة، احنا في أرض قاحلة ما فيها أشجار، ما فيها، ظروفنا صعبة شوي، ونعانوا معاناة متينة من بعض المسائل اللي تخص باللاجئين، تخص المواطنين الصحراويين، واللي طبعا على ان بعض الاوقات ما نلقوه شيء، فاهم؟ والصحراويين هون نكافحوا من اجل ارضنا ونناضروا. والتجاره اللي هنايا ماشيه، احنا رانا في سوق العيون، سوق متواضع على كل حال، ولكن كيف تشوف التجاره ماشيه شويه؟ في تجاره شوي، اكتفاء ذاتي للمواطنين، ونشروا شويات من بعض المسائل اللي تخصنا اللي ما تجينا المساعدات فيها ولا نجبرها كمساعدات، نحاولوا اكتفاء ذاتي لانفسنا. يعني اللاجئين الصحراويين يعيشوا على المساعدات، اما هذا الجانب التجاري يعني الحوايج اللي ما يلقوهاش. 98.9% طبعا المساعدات. يا سيدي، واحنا في مخيمات اللجوء مع الاشقاء الصحراويين، سؤال حلقه اليوم من البرنامج، اليوم العالمي للاجئين، واش من يوم؟ اليوم العالمي للاجئين ظن قريب جدا، تقريبا الجمعه الماضيه، يوم 26 تقريبا. يوم 26؟ 26 على ما اظن. يوم 26/6 يعني؟ يوم 26/6 هو اليوم اللي صادف اليوم العالمي للاجئين، اللي كان يوم افريقيا ثم تحول الى اليوم العالمي تقريبا للاجئين. لا 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 لا. اختي ليلى، انت في مخيمات اللجوء طالبه ولا عامله؟ طالبه. طالبه في اي تخصص يا ليلى؟ متوسطة، مازلت نقرأ. ما زلتي في المتوسطة. في المتوسطة أكيد درستوا على اليوم العالمي للاجئين ولا لا؟ لا، مازال مغرب. الحياة اللي هنا حياة اللاجئين الصحراويين كيفها؟ ممكن تحكي لنا على يوميات اللاجئين هنا؟ يوميات طبيعية، يمارسوها حياتهم طبيعية. إنما الحياة صعبة شوية. شوية. واش راكي ديري لهنا في السوق؟ راني نسوق ونورما. كاش ما لقيتي شويه سلعه مناسبه في السوق هذا؟ كاين. سؤال حلقه اليوم من البرنامج يا ليلى، تبعي معايا، ما هو اليوم العالمي للاجئين؟ متى يحتفل في العالم باليوم العالمي للاجئين؟ الله يخويا ما نعرف. هذا الخاتم الله يخويا ما نعرف، ماني عارف. ما تعرفيش؟ لو كان نسمعوا لك اغنيه من الجزائر، واش تخيري؟ واش تحبي تسمعي؟ خالد. نادى اليوم جايات كي تسمى بغت النجمايات، بغتا زينة البنايات وجاب الهواريات. هذا اللباس التقليدي الصحراوي اللي انا لابسه وانت لابسه، وش اسمه؟ اسمه دراعه. الدراعه. الدراعه هذه الوان واشكال و... الوان فيها الابيض، فيها أزرق. الازرق، فيها جميع الانواع. الان ما هو الفرق بين هذا اللبسه اللي راني لابسها انا وهذه اللي لابسها انت؟ فاش في اختلاف؟ في القماش والخياطه وفي الطرز هذا. وفي الطرز. ما هو الفرق مثلا بين هذا الطرز اللي عندي انا وهذا اللي عندك انت؟ لا هذا يخدمه اكثر، فيه استقامه، دقه اكثر، والقماش الثاني اغلى سومه. منين وين يتصنع هذا اللباس التقليدي هذا؟ هذا يتصنع في موريتانيا، في الصحراء، في كل بلدان الساحل. يعني بلدان الساحل الجنوبية. والسومة نتاعو مثلا هذا اللي راك لابسه شحال يسوى؟ هذا نقول عليه 200,000. 200,000. وهذا؟ هاي تكون مليون ونص. واحد المليون، مليون ونص هكذاك. يعني لأنه هذا يختلف السعر نتاعها، يختلف على حساب القماش هذا. حساب القماش والخياطة ثاني. وش هي الأمنية نتاعك أنت كشاب يا حمزة؟ لا، الأمنية نتاعي هو ندوا استغلالنا باش ما نقعدوش نعانوا، باش تتحقق الاماني ثانيه، فاهم؟ باش نجدوا العمل، نجدوا الدار كما الناس الاخرين. الامم المتحده يا حمدي خصصت يوم عالمي للاجئين، كان يسمى اليوم الافريقي للاجئين، الان صار اليوم العالمي للاجئين. ما هو تاريخ هذا اليوم؟ وتاخذ معنا خاتم سليمان. اليوم العالمي للاجئين فيما نظن 19 ابريل. في 19/4 يعني 19 ابريل. هذا هو اليوم اللي يحتفل به باليوم يوم اللاجئين. انتم تحتفلوا بهذا اليوم؟ نسمعوا به. ايوه لا لا ايوه لا. هذا خاتم سليمان. هذا خاتم سليمان. اه شنو
نعرف لي ابو كان خاتم سليمان ولا خاتم غير هذا خاتم شوفي ها هو باين خاتم سليمان هذا خاتم حصه خاتم سليمان هم نديروا علاه معان الله ما تحبوش معان الله معان الله علاش الصحراويين ما يحبوش ما نعرف لهم شيء اصلا ما نديروه تو في الذهب احنا الصحراء ديروا الفضه انتم حق الفضه حق اما الذهب خاطيك الذهب خاطينا كيف هذا الشهر رمضان كيف تستقبلوه الشهر الكريم هذا شهر رمضان نستقبلوه صايمين يا غير بعد صرت اكل انا جبر ياسر بالحمان والرش ولما نطرقناهم يدخلوا فيهم يا كان نجيبوا الشهر هذا يا سيدتي كيف اسمك الكريم نتعرفوا عليك ها كيف الاسم انا ما عندي اسم لا ما عبش تقول اسم معليش معليش نسيت اسمي هاو قالك نسيت نسيت اسمي احنا في مخيمات اللاجئين الصحراويين يعني اللي هنايا الحياه المعيشه كيف راكم تشوفوا فيها الحياه المعيشه والله الا صعيبه والله الا صعيبه قباله وتكاد يقع في لك الصيف منها صعيبه حتى والشتاء عم اللي حتى هو اللي ذاك نفسه المخيم هون حياته كامله صعيبه وواعره وفيها ياسر من المآسي باللي انسان هو انسان فرد وقع ولا هو لاجي حياته صعيبه وتكاد رجعش لاجي واش تتمناوا انتم في المستقبل يعني نتمنى ولا الاستغلال والعافيه ودفكاكه من النار والاستغلال ونرجعوا لترابنا هذا هو الدور كاين واحد اليوم يسموه اليوم العالمي للاجئين اليوم العالمي للاجئين واش من يوم في العام كاين واحد اليوم يحتفلوا به في العالم ما نعرف له بعدنا شيء ما تعرفيلوش هذا وانت في مخيمات اللجوء اليوم العالمي للاجئين ماني عارفه اليوم العالمي للاجئين اسمه اسم يوم باطل عالمي به قال لا ناس يسمني الهندية هذا الاسم الجميل هذا اسم صحراوي ولا؟ ايوه تقريبا انت تقراي طالبة ولا ايش؟ طالبة معك صديقتك ولا اختك؟ اخت بنت خالتك انت عارفه عليك الاسم الكريم؟ اسمي دهيشة 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 ومعنا الهندية هذا اسموات صحراوية مشاهدينا الكرام عندهم طبعا في الصحراء الغربية اسماء مميزة يعني كما طفهولة كما خدج ولا كيف تقولوا نعم خدجتو عندكم أسماء مميزة جدا أنت كشابة يعني كيف تشوفي الحياة في مخيمات اللجوء اللي هنا مع الأشقاء نعم كيف تشوفها بنظري أنا معيشة نشوفها حياة صعبة نوعا ما هذا هو اللي رانا عايشين والأجواء غير مناسبة يعني والجو حار يعني نعم وراح نشوفوا دهيشة مخيمات اللجوء الحياة لهنا خصوصا في شهر رمضان وين الحرارة الشديدة كيف تعقبوا هذا الشهر؟ والله بصعوبة بصعوبة نقضوا هذا الشهر والحمد لله نتحملي وش راكم تديروا لهنا في السوق؟ نشتروا الملابس طيب أنتم مع برنامج خاتم سليمان هذا البرنامج تشاهدوه في التلفزيون؟ في التلفزيون الجزائري سؤال حلقة اليوم تأخذوا معنا هذا الخاتم اليوم العالمي للاجئين وش من تاريخ؟ هندية كانوا بعد يقولوا رمضان ودخل السيت كان في بالك؟ كان في بالي والله اليوم العالمي للاجئين هذا كان يوم يحتفل به في افريقيا فقط كان اليوم الافريقي الان صار يوم عالمي للاجئين واش من تاريخ؟ ما نعرفه هذه واش من تاريخ في السنه يحتفل باللاجئين؟ ما نعرف شهر خمسه في شهر خمسه؟ نعم شهر خمسه اللي هو شهر هي ماي نعم وخاتم سليمان في مخيمات اللجوء مع الأشقاء الصحراويين في ولاية العيون معنا سي البخاري الحياة اليومية أيضا هنا في السوق كيف تشوف السوق اللي هنا في أي السوق أي السوق يعني السوق في المخيمات الصحراء اللاجئين الصحراويين هي سوق من أجل اكتفاء ذاتي والله شبه اكتفاء ذاتي يعدلوها يتمارسوها الصحراويين من أجل يعني يغلقوا هذا الفارق اللي هذا النقص اللي يعوضوا به هذا النقص اللي يعيشوا في المخيمات سوق متواضعة طبعا ولكن فيها شوي اكتفاء ذاتي للسكر هذا الكتكوتة الصغيرة البنت الصغيرة وش اسمها هذه اسمها تكلمي محمدتي حيجب اسمها محجوبة البخاري وعيطوا لها في الدار حيجب عيطوا لها في الدار حيجب حيجب يعني تدليل يعني تدلوها تدلوها نقولها حيجب وهي اسمها محجوبة اسمها محجوبة يا حيجب حيجب تاخذي معايا هذا الخاتم يا حيجب هيا اذا جاوبتي هيا هي خذ حين جاوب خذي يا حيجب هاك 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 شفتي الخاتم هذا اذا باباك جاوبنا اجابه صحيحه راح تاخذي هذا الخاتم نكملوا معه هيا سي البخاري شكرا تفضل المنظمه الامميه منظمه الامم المتحده اقرت يوم عالمي للاجئين واش يصادف هذا اليوم هذا وتاخذ معنا هذا الخاتم الحجب هو يوم 20 يونيو 20 جوان 20 جوان هو اللي صادف تاريخ اليوم العالمي
من أقر هذا اليوم؟ ها؟ شكون هو اللي حدد هذا اليوم؟ لا منظمة غوث اللاجئين الله. منظمة الأمم المتحدة. المتحدة. كان هذا اليوم هو يوم خاص باللاجئين في إفريقيا. في إفريقيا. ومنذ 2001 صار هذا اليوم يوم عالمي للاجئين ويحتفل به في جميع أنحاء العالم. فهو يومكم أنتم هناك لاجئين. وإخواننا في. وهو اليوم العالمي للاجئين هو يوم 20 جوان من كل سنة. من كل سنة. سي البخاري مبروك على حيجب هذا الخاتم. شكرا شكرا شكرا. خاتم من يد سليمان نغمة جيتار داوود. خاتم من يد سليمان نغمة جيتار داوود. نشكر التلفزة الجزائرية على حضورها مع لاجئين صحراويين في كل مكان وفي كل زمان. ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول واك واك واك.